أبلغنا قبل قليل بدوي انفجارين كبيرين في المنطقة الشمالية لمحافظة رفح، وتفيد الأنباء بأن طائرة إسرائيلية استهدفت إحدى المركبات في شارع الزر في محافظة رفح. هذا الخبر الذي وردنا الآن بوجود غارة إسرائيلية على سيارة في شارع الزر في محافظة رفح، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، ووصلت الآن إحدى السيارات المدنية وهي لربما تحمل عدد من المصابين، كما يبلغني الزملاء باستهداف سيارتين في شارع الزر وفي شمال محافظة رفح. وهذه المعلومات أولية وتردنا الآن تباعا من قبل الزملاء في غرفة المتابعة باستهداف سيارتين في شارع الزر في محافظة رفح، وهناك عدد من الإصابات، ووصلت الآن إحدى السيارات المدنية التي تقل إصابات لربما إلى مستشفى الكويت التخصصي الذي نقف نحن الآن قباله. وأيضا تزامن هذا مع استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة قطاع غزة. الوضع الذي كنا نتحدث عنه عن الهدوء الحذر الآن ينقلب إلى انفجارات، ودوي أيضا سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الغارة الإسرائيلية في محافظة رفح. وكما تحدثت ونحن نتابع بالصورة أولية حتى الآن، أيمن، نحن نتابع بالصورة أيضا ألسنة الدخان المتصاعدة من رفح جراء هذه الغارات التي تتحدث عنها. هل توضح حجم هذه الغارات أو عدد المصابين إن كان هناك من شهداء؟ نعم، هي المعلومات الأولى، سيارتين في شارع الزر في محافظة رفح، ووصل عدد من الإصابات، كان يقل تقلهم سيارات مدنية، والآن هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان القصف في المحافظة. وهذه كما تحدثت معلومات أولية، وجاري متابعة هذا الأمر وسنوافيكم بجميع التفاصيل. لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة هي تحلق في أجواء محافظة رفح على مدار الساعة والدقيقة، وترصد كل ما يجري في هذه المحافظة كباقي محافظات قطاع غزة. ومنذ الصباح أيضا نسمع دوي انفجارات كبيرة هي ناتجة عن غارات إسرائيلية في محافظة خان في منطقة البطن السمين وفي معن وفي أيضا حزان أبو رشوان. والآن سيارات الإسعاف تصل إلى مستشفى الكويت التخصصي وتحمل معها أو أخلت عدد من الإصابات من مكان الحادث المستهدف أو من المكان المستهدف في شارع الزر في محافظة رفح. وسنتابع معكم هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت إحدى السيارات أو استهدفت سيارتين حتى الآن. جاري التأكد من هذه المعلومات كون هذه الغارة وقعت، ونحن ننقل هذه الرسالة على الهواء مباشرة وسنكون معكم في أي تفاصيل. لكن وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 113 جريحا، عفوا عن استشهاد 113 شهيدا، وعن إصابة أكثر من 250 إصابة. إذا بإمكان مصورنا أن ينقل الصورة إلى بوابة مستشفى الكويت التخصصي لمتابعة معكم سيارة الإسعاف الآن
وصلت إلى مستشفى الكويت التخصصي، وربما تحمل معها عدد من الإصابات أو لربما الشهداء جراء هذه الغارة العنيفة. كما أبلغنا بسمع دوي انفجارين كبيرين في شارع الزر وفي محافظة رفح، وأيضا الآن أيضا هذه السيارة تغادر لإجلاء ما إذا كان شهداء أو جرحى في مكان القصف الإسرائيلي. تحدثنا الآن، تبدد الهدوء الحذر وعدنا إلى دوامة الغارات المستمرة على محافظة رفح وباقي محافظات قطاع غزة. العدوان الإسرائيلي المستمر والغارات الإسرائيلية المستمرة على هذه المحافظة لليوم 94 على التوالي، في ظل حديث المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي أكثر من 1800 مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. أسفرت هذه عن قرابة 30,000 شهيد ومفقود في محافظات القطاع. وأيضا كما تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية، تحدثت بأنها بحاجة إلى مغادرة أكثر من 5500 جريح للعلاج في الخارج من أجل عدم توفر الإمكانيات والمستهلكات الطبية والأدوية في كافة جميع محافظات القطاع، وطالبت بضرورة إدخال أيضا الأطقم الطبية المتخصصة وإقامة عيادات متنقلة من أجل مداواة الناس وإنقاذ الناس. المشافي في محافظات قطاع غزة أكثر خرج أكثر من 150 مركزا صحيا خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي على المشافي، نتيجة اعتقال الأطباء والممرضين. وزارة الصحة قالت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 100 من الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي، وأيضا تم تدمير 102 من سيارات الإسعاف نتيجة الاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف في محافظات قطاع غزة. هذا هو الواقع الميداني والوضع الميداني في هذه المحافظة حتى هذه الساعة. سنعود إليك لمتابعة تفاصيل أكثر حول هذه الغارات المتجددة وما أسفر عنها. أشكرك حتى الساعة من رفح، أيمن أبو شنب مراسل الغد.